اخوان السلام عليكم. فيديو جديد مع مورايد. في هذا الفيديو هذا اللي يكون عباره عن ستوري تايم. نتوما عارفين اخوتي لي فيديوهات بحال هكا يعني ماشي نديرهمش هكاك باش نعاود لكم ولا صافي، يعني الا ما كانش شي حاجه اللي ضروري يعني وخصها تبارطاجا معكم ما تنديرهمش. داكشي علاش اللي عنده موتور ولا ناوي يدير موتور ولا حتى كان عندك موتور خصك ضروري تفرج هذا الفيديو هذا، تشوف كيفاش موتور عام باش كان عندي عام باش بعته وجاو عندي البوليس بسببه. شنو وقع مع هذا الموتور وعلاش جاو عندي البوليس؟ هذا الشيء اللي غادي تعرفوا من بعد الانترو، تبعوا معنا. مرحبا بكم من جديد في هذا الستوري تايم. هذه كما سمعتوا قبل الانترو كيفاش موتور عام باش بعتو وعاد جاو عندي البوليس بسببه، شنو هما المشاكل وعلاش جاو عندي، هادشي اللي غادي تعرفوا في هذا الفيديو هذا. واحد النهار في يامات الله ما عليا ما بيا في رمضان، يعني هذا الستوري تايم راه مازال حديثه يعني غير هذا رمضان هذه. كنت جالس تسمع عليا ما بيا، تجات عندي الوالده قالت لي راه البوليس راه جايين تيسولوا عليك، راه جاو من الرباط. ويلي انا سمعت الرباط وما عرفتش باش تبليت والبلاصه لبس حوايجي وبت عندهم السلام السلام، عرفتو كنترعد وكتسمع بوليس جاو عندكم من الرباط. نتوما عارفين اخوتي بوليس ما يمكنش يجيو عندك من المدينه للمدينه يعني يديبلاصو على قبلك، ما هذا الا كان شي حاجه كراف يعني قتل شي واحد ولا الله يستر. صافي سمعت هاد جاو عندك من الرباط في البلاصه هبطت عندهم. واش فلان بن فلان هذا؟ اييه قلت لهم هو هذا. قالوا لي واش عندك شي موتور؟ قلت لهم عندي موتور، وكان كان عندي موتور قبل من هذا يعني ماشي واحد كاع ولا جوج يعني باش نعرف اش الموتور انا متهضروا بالضبط. قال لي المهم ما عليناش، قال لي راه عندك شي مشكل في الرباط، يعني هنا غادي نتاكد باللي راه ماشي جاو عندي من الرباط، هي عندك مشكل من الرباط. الوالده سمعتها بشويه مقلوبه داك الشيء باش قالت لي هكا. قلت لهم انا فاش قالوا لي الرباط اخوتي، قلت لهم انا راه ايها كان عندي واحد الموتور بعته في الرباط في الرباط. قالوا لي واش عندك شي حاجه تبين باللي شي ادله ولا شي التزام باللي بعتيه؟ قلت لهم الصراحه ما عرفتش، غادي نقلب وصافي. وهذا الشيء اخوتي باش مزيان بنادم فاش يبيع شي موتور يدير مع داك السيد اللي باع له التزام باش يحمي راسو باللي راه من ديك اللحظه فاش بعتي الموتور راه داك الموتور مابقاش مسؤوليته عليك، مشي دير به شي حاجه داك خونا اللي بعتيه له الله يستر، ولا شوف قانون جديد القديم وما قانون جديد واقيلا ما يحتاجش. المهم طلعت كنقلب على شي ورقات تبين بلي راه بعت الموتور لداك السيد ما لقيتهاش. المهم قالوا لي شي ساعه المكانه وتكون عندنا في الدائره اللي محسوب عليها انا. صافي فهاديك الساعه خوتي والله ما نكذب عليكم دازت عليا ساعه في الجحيم، عرفتي كيدوزو في دماغ كاع السيناريوهات الخايبه اللي يقدر يطيعو في بالك في بالك. صافي انا ديك الساعه صونيت على السيد اللي كتبعت له الموتور. وخوتي واحد الملاحظه، يعني ديما فاش تبيع وتشارى مع شي واحد حاول ما امكن تخلي علاقتك زوينه معاه، وانا لحسن الحظ كنت مخلي علاقتي زوينه مع هذا السيد هذا. تنهضر معاه يعني ما تعرف الدنيا والزمان ما تعرف شنو تجيب، كنت كنهضر معاه وكان كيهضر معايا كيسولني الموتور يعني ابار كاع من بعد بعت مور ما بعت له الموتور. الصراحه خوتي انا شكيت وقلت مع راسي يمكن هذا اللي بعت له الموتور ما قلبش ديك الساعه بسميتو، وداك الشيء علاش انا صيفطت له ميساج وسولته قلت له واش قلبتي بسميتك ولا لا. قال لي راه في ديك السيمانه قلبت بسميتي. قال لي ويلي، قال لي واش انا ندير هادشي؟ بصراحه تيقتو حيت ود القانون زعما ماشي شي واحد اللي يقدر يدير هادشي. صافي انا فاش قال لي هاد الهضره هادي قلت له العجب، قلت له راه جاو عندي البوليس راه قالوا لي راه عندك شي مشكل بشي موتور في الرباط. قلت له راه ما فهمت والو، قلت له انا راه شكيت قلت لك انت اللي ما قلبتيش بسميتك ووقعت شي حاجه. قال لي لا لا ما كاينش داك الشيء. وقال لي وصوف البلاصه صيفط لي الرولاج فاش يلاه خرجت له، ولقيتها باللي راه في هذيك السيمانه فاش بعث له الموتور خرجت له ديك الرولاج كيكون الكاشي ولا دات تمايا. وقال لي راه يلاه شي سيمانه ولا جوج باش بعتو. وصيفط لي نيت في ديك اللحظه لا فيزيت تكنيك ديال السيد اللي باع له هو الموتور، تتبين بلي الموتور تباع او تباع. صافي انا ضغطت فاش قال لي هاد الهضره ما فهمت والو. المهم مشيت عند البوليس، دخلت عندهم، دخلت لمصلحه حوادث السير، ريحت سلام سلام. هو يقول لي الماتريكول ديال الموتور حيت فهاد اللحظه هادي قال لي غير عندك شي مشكل بشي موتور في الرباط، ما عرفتش بالضبط علاش الموتور، انا غير بوحدي كنعطي هاد زعما هاد التاويلات هادو. قال لي ماتريكول 1011، انا ماتريكول ما حافظوش الصراحه وما عمر حفظت شي ماتريكول ديال شي موتور كان عندي، ما عرفتش انتوما ولا غير
المكانة عقتي على ديك 1011 صافي عرفتو واش يهضر على الكوازاكي زيد ويصول اللي كانت عندي. إذا كان قال 1011 قلت له أييه راه بعتو في الرباط لواحد الدريري وشنو شنو. قال لي واش لقيتي شي وراق تبين كذا؟ قلت له راه ما لقيتش ولكن هو الدريري صيفط لي وراق اللي كيتبتو باللي الموتور راه بعتو في التاريخ شي 2022 شهر 11. قال لي العجب. قال لي هنا عندي في المحضر درتي حادث سير ضربتي شي حد وهربتي يعني عندك الفيرار جنحة هذيك كتسمى. قلت له انا راه بعتو للسيد والسيد راه قلبوه في سميتو في ديك البلاصه و... خوتي واحد الحاجه اللي نسيت ما قلتها لكمش باللي التاريخ ديال الحادثه اللي قالوا لي في 2022 شهر 1 وانا الموتور بعتو حتى 2022 شهر 11 يعني ديك الساعه الموتور كان عندي انا وانا متاكد باللي الرباط ما مشيتلوش داك التاريخ الرباط انا مشيت لشي جوج المرات وما عمري درت شويه لا حادثه لا والو. وديك البلا ديك الساعه خوتي هو طاح لي في بالي واحد البلان كان وقع لواحد الدريدي صاحبي الله يرحمه ويوسع عليه الرافا ياسير ولد الرباط وكانت عنده واحد لي تي 09 هي اللي كان مات بها الله يرحمه تي 09 زرقاء. المهم هذا ياسير الله يرحمه وبالمناسبه واش كنت ترحموا عليه اخوتي كان عاود لي واحد البلان قال لي كيوصلوه شي مخالفات من تطوان اكتشف باللي راه شي حد ملصق ماتريكول ديالو ملصقو لشي موطور خاوي ما فيه لا ورقه لا جوج وكاس كيشبعو في البروسيات. المهم بقى طالع نازل المحاكم تمايا بالسيف باش بين البراءه ديالو. انا تفكرت هذا البلان هذا قلت له واش شاف راه كاين واحد القضيه تيديروها شي صحاب الماطر اللي ما كيخافوش الله. قلت له راه تيكون عندهم موطور خاوي وكيشوفوا شي ماتريكول ديال شي واحد. قلت له معنا تندير فيديوهات مره مره غالبا شي حد يكون شاف ماتريكول ديالي تم شي فيديو وهزو وداروا شي موتور خاوي وهو اللي دار هذه الحادثه هذه. قال لي حتى هنا في المحضر راه مذكور بلي راك ضربتي شي حد وهربتي وسمحتي في الموتور. قلت له والحمد لله. قلت له انت شتيها وما عندي لا ادله انا بلي راه الموتور ما سمحتيش بلي الموتور قانوني بلي راه بعتو صافي. قلت له قال لي صافي صور لي دوك الوريقات اللي صيفطك داك الدريري قال لي صورهم ليا وجيبهم وان شاء الله يكون خير. يعني حتى هو تاق بالبراءة ديالي بلي ماشي انا اللي ضربت داك السيد وهربت. وبهذه المناسبة اخوتي تنقول لكم حاولوا ما امكن بنادم ما يبقاش يصور الماتريكول ديالو حتى شي تصويرة في انستغرام ولا فيسبوك ولا شي حاجة ولا شي فيديو حاول ما امكن تغطي. انا كنقول هذا الشيء وانا براسي راه تنبين الماتريكول شحال من مرة حتى تعيا ما تحضي ضروري تيبان 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 واخا تعيا ما ترد البال. كون ماشي كون ما داك السيد ما سمحش في الموتور تمايا كون تشد له الماتريكول ديالو وهرب بالموتور راه ما كانش عندي شي طريقة باش نبين باللي ماشي انا هذاك. راه تقول له ماشي انا يقول لك اخويا باش غادي نعرف. مشكل مشكله كبيره هذه القضيه هذه ديال هذا المطر خاوي اللي تهزوا الماتريكولات ديال المطر اخرين. راه ماشي غير انا ولا الدري ياسر الله يرحمه ولا راه بزاف ديال الناس كيعانيوا من هذه القضيه. دراهم مؤخرا واحد هنايا في مدينتي دريري صاحبي عنده موتور مريقل حتى كيتفاجئ بواحد الدريري اخر تيعرفو ملصق ماتريكول ديالو هو تيرو لي به. المهم اخوتي اللي غنستافدوا من هذا الشيء هذا هو بنادم ما يبقاش يبين الماتريكول ديالو يحاول ما امكن يبقى يغطيه بعد واش ينقص عليه يعني خطر ان الناس يهزوا الماتريكول ديالو بعد واحد الشويه. ثاني حاجه اخوتي بنادم ما يعطيش موتورو ما تيتعطاش تعطي موتور ديال شي واحد ما تعرفش شنو يدير به يمشي يسرق به ولا يمشي يضرب به شي واحد. راه بنادم فاش غيشوف الموتور دايز وداير شي مونتيف راه ما تيشوفش شكون اللي صايق ولا واخا تكون ما دايرش الكاسك بنادم داير الكاسك انا ما غاديش يعرفوك تيتبان موتور ماتريكول كذا كذا حتى ماركه الموتور راه قليل اللي غادي يعرف لك الماركه الموتور. يعني الموتور تعطيه لشي واحد راه اي حاجه غيديرها به راه انت المسؤول على داك الموتور. وهذا ما كان اخوتي في هذا الفيديو ديال هذا النهار. نتمنى انني نكون فتكم بشي حاجه وما تفوتنيش الفرصه انني نقول لكم راني درت واحد تريب واعره. الناس اللي عندي في انستغرام راه عايشين معايا لحظه بلحظه ستوريات كل نهار انستغرام ديالي هو هنايا. وبالنسبه للناس ديال اليوتيوب راه من السيمانه الجايه ان شاء الله نكون ساليت فيديوهات مونتاج نبقى نبارطاجيهم معكم. يقدر يكونوا شي ثلاثه الفيديوهات تشوفوا واحد لا بيست من اصعب لي بيست اللي دزتهم في حياتي بلاصه اللي ما تيدوش منها بنادم كاع. المهم بلا ما نحرق لكم المراحل ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. بيس.